اهلا وسهلا بيكم في الحلقة رقم 6 من سلسلة حلقاتي ولا ثالثة ابتدائي. النهاردة ان شاء الله هناخد درس الروابط. ايه بقى الروابط وايه حكايتها معانا النهاردة؟ يلا بينا نشوفها كده. احنا اولا عندنا 5 روابط، تمام كده؟ طيب الروابط ديت، اول واحدة معناها and، تاني واحدة or، تالت واحدة because، والرابعة so. تمام، يبقى نرتبهم كده قبل ما نخش على 5. يبقى أول واحدة مين؟ and، دي رقم 1. تاني واحدة or، تالت واحدة because، ورابع واحدة so. تمام، الخمسة هنقولها لكم بعد ما نقول الرابعة دي، تمام؟ طيب أول واحدة اللي هي and، and دي معناها و، يعني حاجة وحاجة. or دي معناها أو، يعني لدي لدي، تمام؟ أو دي ودي كمان، بس هقولها لكم في مثال عشان تفهموها أكتر. because دي معناها علشان، تمام كده؟ أنا جعان علشان كده أكلت، تمام؟ so معناها لذلك. لذلك ديت اللي هي شيء أنا بعمله نتيجة لحاجة، يعني أنا أكلت كذا علشان جعان، تمام كده؟ طيب هنا بقى لذلك دي عكس because، يعني على سبيل المثال أنا ذاكرت كويس علشان كده نجحت، لذلك دي بقى العكس، انا نجحت، تمام؟ بسبب ايه؟ بسبب ان انا ذاكرت، العكس دي، تمام؟ طيب هناخد امثله لكل واحده فيهم ونشوف ايه المقصود بكل واحده، واقول لكم على الخمسه دي في الاخر، تمام؟ طيب يلا كده بينا. الأخيرة بتاعتنا اللي هي اسمها but، اللي هي معناها لكن. طيب نمسك واحدة واحدة. and دي اللي هي معناها و، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا I like احمد، انا بحب احمد، and محمد، يعني في شخصين معايا انا بحبهم هما الاتنين. فاندي ديت عرفتني ان الشخص ده بيحب ده وده، يعني و، يعني انا بحب احمد ومحمد، فدي معناها و، تمام كده؟ طيب دي بتيجي في جمله مثبته. يعني ايه مثبته؟ يعني ما فيهاش نوت خالص، تمام كده؟ طيب يعني الجمله بتاعتها ما فيهاش ايه؟ نوت. اور بقى، اور دي بتحب النوت، يعني لازم جملتها تكون فيها نوت كده او كده، بالاختصار زي ما احنا كنا واخدين في الحلقات اللي فاتت. يعني انا هنا بقول انا بحب احمد ومحمد، انا هنا عايز اقول ايه؟ I don't like، انا ما بحبش احمد or محمد، انا ولا بحب ده ولا بحب ده، خلاص كده انا هنا قلت ايه؟ قلت ان انا ما بحبش ده او ده، خلاص؟ طيب يبقى جملة or دي لازم يبقى فيها مين؟ فيها not اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي معناها لا، يبقى جملتها منفية. ف and معناها و، بضيف حاجة لحاجة، حاجة انا بحبها وبحب حاجة تاني. or في تالتة بتقول ايه؟ بتقول ان انا مش بحب ولا ده ولا ده، خلاص كده؟ ولازم الجملة فيها ايه؟ not. طيب because اللي هي معناها علشان، دي معناها ايه بقى؟ معناها ان انا في حاجة وصلت لها عشان ايه؟ حاجة تانية. طيب ناخد كده مثال، ناخد مثال. He won the race،
هو كسب السباق. طيب كسبه ليه؟ علشان اهو، علشان اللي هي بيكوز اهي، he run the fastest، لان هو اكتر واحد جري سريع. فهنا دي كده نتيجة الشيء اللي هي الريزلت، النتيجة. تمام كده؟ طيب النتيجة دي وصلته لإيه؟ وصلته ان هو كسب السباق. يبقى هو كسب السباق علشان كان اسرع واحد فيهم بيجري. طيب لذلك بقى او سو عكس بيكوز يعني ايه؟ يعني لو جينا عكسنا هنا هنقول ان هو he ran the fastest، هو جري اسرع واحد، جري اسرع ايه؟ واحد. طب وبعد ما جري اسرع واحد ايه اللي حصل؟ لذلك اللي هي سو دي اهي، لذلك اللي هي سو هي won the race، لذلك هو كسب الايه؟ السباق. يبقى احنا جبنا ايه هنا؟ جبنا النتيجة في الاول اللي هي نتيجة ايه؟ نتيجة اللي هو وصل لها ايه؟ اللي هو ايه؟ جري اسرع واحد، لذلك هو كسب الايه؟ السباق. يبقى so عكس because. تمام؟ طيب but دي بقى معناها ايه؟ معناها لكن. يعني ايه لكن؟ بصوا بقى، وليه بقى قلتها في الاخر؟ بص but ديت بتربط ما بين جملتين متناقضتين فيهم تناقض. فيهم ايه؟ تناقض. يعني ايه فيهم تناقض؟ يعني حاجة مش يعني طبيعية. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا على سبيل المثال هنا في الجملة دي بيقول ايه؟ he run fastest، هو جري بسرعة مثلا عشان كسب السباق. دي حاجة نتيجة لحاجة، يعني انا عملت حاجة فالطبيعي ان انا الاقي الحاجة دي قصادها. انا ذاكرت كويس جدا فانا نجحت، انا جعان قوي عشان كده اكلت. ففي حاجتين طبيعي ان حاجة تحصل على حساب حاجة. اما but ديت حاجة عكس التانية. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده مثلا احمد is hungry، يعني احمد ايه؟ جعان. طب الطبيعي ايه؟ هياكل. لا but لكن، but لكن he didn't eat، سو ما كلش. يعني هنا كان الطبيعي ان ده جعان اهو، يعني احمد جعان تمام، لكن هو ما كلش. يعني ليه بقى؟ ما نعرفش، لكن هو ما كلش. يعني حاجه مفروض يحصل قصادها حاجه طبيعيه، بعض بتعكس بقى بتقول لا ان الحاجه عكس الحاجه. تمام كده؟ طيب ده كده كان درسنا النهارده عن الروابط بتاع الثالثه ابتدائي اللي هي and و or و because و so و but. نقول في عجاله كده، and دي معناها هو بتربط بين ايه؟ حاجتين. or بتربط بين برضه حاجتين بس لازم يبقى في not، في تناقض. ولازم يكون الجملتين يعني معناهم انا ولا ده ولا ده. دي because حاجه انا بعملها عشان حاجه، so عكس because حاجه بتيجي نتيجه حاجه تانيه، but حاجه طبيعيه ولاقي عكس الايه الشيء بيحصل معاها. ده كده كان درسنا النهارده، اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعت النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه.